بمعرض دبي الدولي للسيارات 2017 مش بس حصلنا على موديلات جديدة من السيارات، بل تعرفنا على علامات تجارية جديدة بالكامل بالنسبة لنا، وإحداها هي شركة بورغوورد. هاي العلامة التجارية الألمانية اللي أسسها كارل بورغوورد عام 1929 وأنتجت سيارات لحتى عام 1961، هاي هي عم بتعود بدعم استثمارات صينية لتقدم لنا مجموعة من السيارات الجديدة بفئة الـ SUV، وهي الـ BX5، BX6 والـ BX7. خليني أعرفكم على سيارة الـ BX7 أكثر. الـ بورغوورد BX7 هي سيارة SUV بتجينا بخيار 3 صفوف من المقاعد، وعم تتميز بتصميم حديث ومميز، وتستفيد من الكثير من التكنولوجيا والهندسة من شركة فولكس فاجن الألمانية، وراح تلاحظوا هذا فوراً بمجرد ما تركبوا الـ BX7. داخل المقصورة عم تيجي السيارة مزودة بشاشة لنظام الترفيه متصل بالإنترنت بشاشة لمس 12.3 إنش، مع كونسول تحكم ونظام أوامر صوتية، ومع نظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق. وعم تجينا السيارة مزودة بمحرك توربو بسعة 2 لتر عم بتصل بجير أوتوماتيكي من 6 سرعات. منتمنى أنه تبدأ شركات مثل بورغوورد أنه تضيف لنا خيارات جديدة بأسواقنا المحلية من سيارات الـ SUV.